حبيبي عبد، مبروك يا كابتن. وطبعا يعني الفوز ده اقل حاجه نقدر نعملها للشعب بورسعيد والشعب المصري طبعا. طبعا يا عبد الله، اولا مليون مبروك يا عبد الله، وانت لعيب راجل ما شاء الله عليك، وحاجه جميله جميله. عبد الله انت اتمرنت قبل كده مع الفريق الاول في الاهلي ولا عمرك ما اتصعدت؟ لا لا انا اتمرنت من 16 سنه وانا بلعب من ايام كابتن مستر مانو جوزيه، بس يعني ما حصلش نصيب وقدرت ان انا العب. لكن بتتمرن معاهم فوق؟ بتمرن على طول. انت مكانك الاصلي هو اللي بيلعبك فيه كابتن مصطفى ولا ليك مكان تاني في الاهلي؟ لا انا بلعب في كذا حته، بس كابتن مصطفى ليه وجهه نظر طبعا، انا بقى في اي حته هو بيلعبني فيها يعني. لكن انت في الاهلي بتلعب مكانك فين يا عبد الله؟ انا في الاهلي بلعب فيرود تحت الفراوده يعني، الاثنين يعني. عبد الله مهاري قوي، مهاري يعني، هم مسمينه في الاهلي ابو تريكه المستقبل. مهاري عبد الله وخفيف، في اي حته تحط فيها يلعب يعني. لا لا هو شفت كان بيدافع ازاي امبارح. لا هو في منتهى الرجوله. قول لي عبد الله انت طالب؟ كابتن مصطفى بقى هو بقى اللي هيودينا مودرن، كله على الاكاديميه على مودرن. انا بكره الصبح يا عبد الله رايح عمر وحسين السيد ومحمد صلاح، وانت مجموعه كبيره ان شاء الله بكره. وانا كلمت الدكتور وليد دعبس، اتفقت معاه. كلمته النهارده، لان رحت قعدت معاه قبل ما نسافر وظبطت كل حاجه. الدكتور وليد بلغته النهارده ان انا رايح بكره الصبح عشان نخلص المواضيع كلها. عبد الله ودي بقى عبد الله تشريح ولا حاجه عشان لما دماغك تتفتح. يعني عبد الله احنا سعداء بيك اكيد وبالفرقه كلها، وان شاء الله تعملوا لنا حاجه حلوه قدامكم. طاقة ذهبية، طاقة ذهبية. يعني يمكن الفترة اللي فاتت دي كابتن مصطفى عارف طبعا اللي احنا كنا يعني بنشيد بيه، وكنا بنتمرن كويس، كنا في المعسكرات كنا بنحافظ طبعا على ميعاد التدريب، ميعاد الغداء، ميعاد العشاء، فطبعا ده كان النظام. النظام طبعا كان ماشي كابتن مصطفى. الحمد لله طبعا قدرنا ان احنا نتغلب على منتخب السنغال 3-0. ان شاء الله نبدا بقى ان شاء الله نفكر في البطولة بتاعت ليبيا ان شاء الله. لكن الماتش ده يا عبد الله في الشوط الأول بالذات، ما جالكش شعور كده ان النهارده انت ما لعبتش الشوط الاول؟ انا عارف، لكن هل ما جالكش احساس ان الماموريه صعبه قوي النهارده؟ والله يا كابتن، بص يا كابتن، هي كل ماتش وله ظروف يعني. يمكن حاجه زي ما كابتن مصطفى قال قبل ما انا اتكلم، يمكن الشوط الاول لا يقل حاجه عن الشوط الثاني، بس هي اللي يقل بس هي الاداء اللي هي اللي كابتن مصطفى قال عليها، اللي احنا ما قدرناش اللي احنا نجيب جون في الاول. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نجيب 3 جوان طبعا، وقدرنا احنا نصعد يعني الحمد لله ان شاء الله. وعايز اقول لك اخيرا يا عبد الله انه كل نجوم مصر الحاليين هم افراز المنتخبات دي، بدل منتخب يعني عماد متعب وعمرو زكي وحسن عبد ربه وحسام غالي وكل شوقي وكل بوابه. بوابه هي برافو عليك، بوابه للدرجه الاولى طبعا يعني. برافو عليك، دي البوابه كلنا عارفين طبعا ان شاء الله يا عبد الله. بتقول لي بقى انت فكيت الغرز ولا لسه؟ لا النهارده ازاي يا كابتن؟ عبد الله لسه. انت موجود في الفرقه، اتمرنت النهارده مع الفرقه الكبيره؟ اتمرنت النهارده، اتمرنا كان عندنا 5 وبكره داخلين معسكر عشان بتروجيت ان شاء الله. وانت في الفرقه يعني ان شاء الله انت متاح؟ هو محمد عبد الفتاح. هو انت متاح؟ ها؟ سهل يا كابتن. ان شاء الله. يلا بالتوفيق يا عبد الله. توفيق يا رب، نشوفك تبقى حاجه جميله، يبقى احنا عملنا بروفه سريعه في المنتخب، وتبقى مع الاهلي تبقى حاجه جميله. توفيق يا عبد الله حبيبي، والف مبروك. الف مبروك. طب كابتن مصطفى برضو عشان الناس